بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة جميلة جدا النهاردة، حلقة كلها في الجنة صراحة، من بيوت منورة. ربنا يجعل بيوتنا وبيوتكم منورة، قولوا أمين. احنا كنا اتكلمنا يا جماعة في الحلقة اللي فاتت عن الحزن وازاي ان هو ممكن يوصل لجزع، والجزع لهلع، وقلنا كل علاج الأمر دوت في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والصلاة. ليه؟ عندي الآية إلا الإيه؟ إلا المصلين. طب هم مين بقى المصلين؟ هل هم الذين في صلاتهم خاشعون؟ ولا اللي هم على صلاتهم دائمون؟ وليه بنربط الصلاة دايما؟ إحنا بنتكلم عن تربية وعن أسرة وعن كذا، ما اللي يصلي يصلي يا أستاذة هالة، واللي يسيب يسيب، يعني إيه علاقة ده بالأمر؟ لا، أنا عايز أقول إن سواء الأب أو الأم أو المربي مطالب إن هو مش بس يعلم النشأ الصلاة، لا ده هو كمان يكون له حال مع الصلاة. إحنا ما بنقولش بس اللي يقيم الصلاة وينكرها، كحديث النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلي فإنك لم تصلي. طبعا سلم عليه وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال لي علمني يا رسول الله. فقال إذا إيه؟ إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر فاقرأ ما تيسر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راقعة ثم ارفع حتى تستوي قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة بين السجدتين ثم افعلها ذلك في إيه؟ في صلاتك. أنا عايز أقول بشرة تانية، الحديث تاني، من خرج من بيته إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. الله، يعني يا جماعة اللي مش قادر يروح يحج، اللي بيخرج بس من بيته متوضي عشان يروح لصلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى، صلاة الضحى، لا ينصبه إلا أيام، مش خارج بس غير علشان كده، فأجره أجر الإيه؟ أجر المعتمر. ليه بنطالب المربي، المربي والأب والأم بإحسان الصلاة؟ لأن أنا عندي في الفترة ما بين سنتين ومن قبل سنتين، على فكرة ده حسب استجابة الطفل، من قبل سنتين بيبقى ابني أو بنتي حاجة اسمها إيه؟ التربية بالمشاهدة. يعني أنا بدربه على الصلاة بصري، تمام؟ يبقى كده من 2 لـ7. طب من بعد 7 أو ممكن من 2 لـ5، وقلنا طبعا على حسب استجابة الطفل اللي عندي. طب ومن 7 لـ10؟ لا، ده تدريب عملي. أنا عايز أقول حديث تاني عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال تحترقون تحترقون. ده أنا بس بوريك أهمية الصلاة، وأهمية مش أن أنا أصلي بس، لا، لأن الطفل بيوصله الأمر ده. أنا يبقى نفسي، يعني إحنا ما بنقول إحنا عايزين تربية صحيحة ونشأ صحيح وجيل صحيح، يطلع لي راجل زوج زي الفل، ويطلع لي زوجة عارفة مسؤوليتها كويس. فالأمر بيبتدي منين؟ من اللي إحنا بنقوله ده، تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر، وهكذا برضو في المغرب وبرضو في العشاء تحترقون تحترقون حتى إيه؟ حتى تنامون، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. أنا عايز أقول أول حاجة في موضوع أهمية الصلاة، لما بقولك أن الطفل بياخد منك وبياخد منك، أي الأب والأم بياخد منك في الفترة الأولانية محاكاة بالبصر. طيب أنا عايز أقول لو الأم مصلية والأب مش مصلي، لو الأم مصلية والأب مش مصلي، عايز أقول يمكن فوق 90%، 95% فيما فوق بيطلع الطفل دوت بيصلي. ليه؟ لأن هي المرحلة الأولانية، مرحلتك أنت كأم.
طيب لو العكس هيبقى في لود ضغط مرتين على الاب، يعني ان هو يركز مع ابنه ويحاول طبعا مع زوجته. احنا ليه بنقول الامر دوت يا جماعه؟ احنا محتاجين فيه فعلا، محتاجين فيه نوع من انواع الصبر. شوفوا الايه كده، وامر اهلك بالصلاه وايه واصطبر عليها. شفتوا كلمه اصطبر؟ شفتوا طاء المطابقه؟ طاء اهي، شوف عامله طالعه ازاي، فيها نوع من انواع المشقه. وانها لكبيره، يعني موضوع الصلاه ده موضوع كبير، موضوع كبير جدا. يوم لما بقول انا محتاجه خشوعك انت كعبد لله وكامل الله في الصلاه، ليه؟ عشان انت لما تبقى مربي ده حالك، انت مش محتاج تقول، ومش محتاجه تجيلي سؤال وتقول لي ده كان ممتاز والله يا استاذه هاله، وكان بيصلي وبعدين بعد ما كبر ما اعرفش اللي جرى له صراحه، وتسع سنين باظ، وبعدين 10 سنين وفيما فوق خلاص، مع انه كان هو اللي بيفتح باب المسجد. ليه؟ لان هو شاف حال التربيه. اولا كان في اسس مصحه هنقولها النهارده ونعالجها، وتاني امر ان مش شايف حال واثر الصلاه. احنا عايزين الصلاه تبقى نور، وهنقول حاجات جميله جدا جدا. احنا هناخد النهارده فقط مرحله الطفوله المبكره. عايز اقول ازاي اروح الصلاه، ازاي اروح الصلاه وانا قلبي خاشع لله سبحانه وتعالى. الاول هي الصلاه فرضت فين؟ يعني ايه صلاه؟ صله بين العبد وربه. يعني يوم لما بقطعها بيتقطع اللي بيني وما بين ربنا سبحانه وتعالى، ولما باخرها يفضل يتاخر عليه كل شيء. اللي بيأخر الصلاة بيتأخر عليه رزقه، وبيتأخر عليه الفرج، وبيتأخر عليه راحة البال، بيتأخر عليه الرضا، لأنه مؤخر فرض الله بيننا وبينهم. بيننا وبين مين؟ الكافرين. الصلاة طبعا الكلام ده كله ناس كتير اتكلمت فيه، أنا يعنيني النهاردة شوية مراحل ومحطات أدخل بها قلبي الصلاة، ما جيش بعديها الملك يقوم جاي ضرب الصلاة. بعد ما أقول السلام عليكم السلام عليكم، يقوم جاي الملك ضرب وش العبد اللي بيصلي وتقول عليه الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني ولا ترتفع فوق رأسه شبر. مش عايزين كده، احنا عايزين نطلع شوية محطات. من داية من ايه؟ من الوضوء. من الوضوء انا اذكر موقف في بداية التزامي، كنت في أخت بتتوضى وبعدين رايحين نصلي المصلى مع بعض، فرجعت تاني، فبقول لها أنت رجعت تاني ليه؟ قالت أصل أنا ما استشعرتش معنى الوضوء. وده اللي قاله سيدنا عبد الله بن عباس، في الوضوء استشعار للجوارح. أنا بطلب من الله في الصلاة إن يطهرني داخليا وخارجيا. بعمل إيه؟ أنا بتطهر أهو يا رب، أنا بتطهر وبنضف وجاية جميلة ونظيفة وطيبة لاستقبال القبلة لله سبحانه وتعالى. سيدنا علي كان لما يخش للصلاة كان وشه يصفر، فيسألوه أنت وشك مصفر كده، يقول لهم ألا تعلمون، أنتوا مش عارفين أنا رايح فين، أنتوا مش عارفين رايح أكلم مين. مجرد إحساس إن أنا رايحة المصلى، تمام، انا رايحه المصلى وانا طاهره بوضوئي وراح استقبل الله اكبر. بصوا بعمل ايه؟ سلم نفسك الله اكبر، دي سلم نفسك، هي انا مسلمه نفسي يا رب والله ليك، معنى التكبير الله اكبر. التكبير بيخلصني من افتين اتنين، اول افه افه الكذب، التكبير يخلصني من افه الكذب. هو ربنا اكبر في قلبك ولا لا؟ ها، ربنا اكبر في قلبك ولا لا؟ لو انت فعلا صادق يبقى الله اكبر من شغلك، واكبر من الرزق اللي انت عملت تسعى وراه، واكبر من مش عارفه رايحه مشغوله فين، ولا رايحه مش عارفه في المطبخ فين. الله اكبر من كل ده. والافه الثانيه الكبر، خلي بالك الله اكبر منك ومن قدراتك. لا اصل انا فاهمه كويس، واصل انا عارفه، وانا ان شاء الله هعرف. الكلام ده مش صح خالص. يبقى كلمه الله اكبر بتخلصني من الكذب، وتخلصني من ايه؟ من افه الكبر. طيب لما بقول دعاء الاستفتاح، بص دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياه كما ينقب. يعمل ايه في القلب؟ بيزل القلب. احب الكلام الى الله ان يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك، ده حديث، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. انا عايز اقول الكلام اللي انا بقوله النهارده ده، هتعيدوا الحلقه تاني زي ما اتفقنا، وبتقعدوا تكتبوه، لان تنوع الاذكار في الصلاه بيساعدني على الخشوع. وانا مستهدفي ايه النهارده؟ ان احنا نطلع كاب وكام وكمربي احنا عندنا حال مع الصلاه، عندنا حال مع ربنا في الصلاه، بنحب الصلاه. يعني ارحنا بها يا بلال وجعلت قره عيني في الصلاه. لما يبقى ده حالي انا كمربي، سواء اب او ام او حد خارجي، هيبقى طفلي هذا الامر بقى انا بعالج فوق 60%. تعالوا يلا نحبب اولادنا في الصلاه، وده عنوان الحلقه.
طيب الاستعاذة، اسمعوا كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لابن القيم وهو تلميذه: إذا هاش عليك كلب الغنم، يعني لو الكلب جه بتاع الغنم يهيش عليك، فلا تشتغل بمحرم لكش دعوة بيه، ولكن عليك بالراعي فاشتغل به أو استغذ به فهو يصرف عنك الكلب ويكفيك إياه. يعني أنا لما يجي عليا الكلب ماليش دعوة بيه، أمال أروح فين؟ أستعيذ بالله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فالله عز وجل يعيذني منه إن شاء الله. طيب نبتدي كده: الحمد لله رب العالمين. أنا عايزة الكلام اللي أنا بقوله ده وانتم متابعينه معايا وانا بصلي تفتكروه: الحمد لله رب العالمين. ايه الفرق ما بين الحمد وبين الشكر؟ الحمد اعم من الشكر. الحمد بتحمد على الصفات وعلى الافعال، اما الشكر شكرا على الصفه بس، لكن وليس او على الفعل بس دون الصفه. يبقى كلمه الحمد اعم من الشكر واعم من المدح كمان. ممكن المدح يبقى واحد بيمدح واحد خايف منه، لكن اما بحمد بحمد الله على اسمائه وصفاته وافعاله. وكلمه الحمد لله حديث النبي صلى الله عليه وسلم تملأ الميزان، وأفضل الدعاء الحمد لله. بس ليه؟ لأنك بتشكر، لأنك حاسس بنعم ربنا سبحانه وتعالى عليك. ما أنعم الله على عبد النعمة، اسمعوا، فحمد الله عليها، إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. مجرد أن أنا أقول الحمد لله أفضل من النعمة ذات نفسها. فالحمد له يستحق الحمد. ندعي يعني ربنا سبحانه وتعالى وإحنا بنقول الحمد لله، الحمد لله إنك أنت الله. طيب أنا علشان أحمد لازم أشوف إيه النعم اللي عندي، وإن أنا أعدد النعم. مرة عملنا يعني مسابقة كده وقلنا إيه، مش مسابقة يعني، قلنا توصية يا جماعة لو سمحتم كل واحد يكتب إيه النعم اللي عنده. والله أخت جابت أكتر من 300 نعمة، وتقول أنا كل مرة 300 نعمة، يا شوفها تاخد 300 يوم تدعي في كل نعمة تحمد الله سبحانه وتعالى عليه، ولئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى أنا بقول الحمد لله رب العالمين، هفتكر النعم المنسية، توفيق لتاعة ربنا سبحانه وتعالى. مرة وهب بن المنبه براجل مبتلى وبيقول له يعني ده انت مبتلى وعندك جوزان بتحمد ربنا عليه، قال له أليس لي لسانا ذاكرة؟ انت ما شفتش اللسان الذاكر؟ ايه كمان من النعم المنسية؟ لما طيب تمام، لما بنقول من النعم المنسية توفيق لطاعة الله سبحانه وتعالى. رقم اتنين ان انا الحمد لله ان انا عندي ايمان ما ناش في كفر، الحمد لله انا شايف الحق حق والباطل باطل. الحاجات دي بتساعدني ان انا اخشع في الصلاة. من ضمن الحاجات برضو رب العالمين، رب هو المربي الذي يحول حالي من حال النقصان لحال التمام. والعالمين يعني مش ما هوش بس رب الدنيا ورب الآخرة، ده رب العالمين، الرحمن الرحيم، رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، مالك يوم الدين، هو يوم الدينونة، يوم الحساب. إن شاء الله بإذن الله نكمل بعد الفاصل ونشوف إزاي إن أنا أستغل الخشوع في تربية الأولاد، إزاي حالي في الخشوع يحول أولادي من غير بقى لا هضرب ولا أصله كان راح وأصله نسي الصلاة وأصل إحنا بنعافر ده بيصلي عشان خايف مننا. نشوف الكلام ده بعد الفاصل، فتابعونا أوعوا تروحوا في أي حتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكنا بنتكلم ازاي اوصل لحال قلبي حال خشوع عشان ان انا اخد ابني. احنا ان شاء الله هنتكلم النهاردة عن مرحلة الطفولة المبكرة بحيث ان هو يبقى حال قلبي ذات نفسه يحمد الله سبحانه وتعالى. اما بنقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، في اياك نعبد واياك نستعين يا جماعة فيها نوع من انواع الاعجاز. عايزة قبل ما أقول إياك نعبد وإياك نستعين عايزة أقول لكم أنهم عملوا تجربة على حال المخ، رسم المخ قبل الصلاة ورسم المخ بعد الصلاة. رسم المخ قبل الصلاة الحاجة زي ما هي وأماكن النسيان موجودة وبل نسبتها عالية، بعد الصلاة لقوا أماكن التذكر، أماكن النشاط بتاع المخ بتاع الذاكرة عالي جدا، الكيمياء بتاعت المخ متغيرة، حالة من الهدوء، الهرمون ذات نفسه المخ بيستعد أنه يفرز هرمون السعادة وهرمون الهدوء وهرمون التركيز، كل ده للصلاة. دي حاجات علمية. لما بقى أقول لك بقى إياك نعبد وإياك نستعين، آية مفصلية في الصلاة، في سورة الفاتحة ما قبلها ثناء على الله سبحانه وتعالى، وما بعدها دعاء لله سبحانه وتعالى. قبلها الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل أسأل بعديها اهدنا الصراط المستقيم. ليه إياك نعبد فيها نوع من أنواع يعني أقول لكم مثلا إيه
الرحمن الرحيم هو، الحمد لله رب العالمين هو، كلها صفة الغائب، مالك يوم الدين هو، هو الله، عايدة على الله. ليه هنا كاف؟ كاف المخاطبة. اسمع الحديث، إذا أقام العبد للصلاة رفعت الحجب، اترفع الحجب وينظر الله، يقبل الله على العبد. فإذا سرح العبد التفت، الله عز وجل يقول إلى خير مني، ويقبل عليه ثانية. فيسرح العبد تاني، الله عز وجل يقول إلى خير مني، ويبتدي تاني ينظر إلى العبد، ويسرح العبد تالت، فالله عز وجل ينزل الحجب. إياك نعبد وإياك نستعين معناها أنا يا رب حاسس، لا ده أنا مستشعر إن أنا بكلمك وبخطبك بكاف المخاطبة، ما هوش غائب، أنت أمامي يا رب، أنت حواليا، أنت معي، أنا يعني أنا حاسس بمعية ربنا سبحانه وتعالى في الصلاة. يبقى هي آية محورية بتقسم الفاتحة نصين، الثناء قبلها والدعاء بعدها، ما يعلمش صدق فيها إلا الله. إياك نعبد ده توحيد ألوهية، طب وإياك نستعين توحيد ربوبية. العبادة يا جماعة بتجمع ما بين أصلين، غاية في الحب وغاية في الذل والخضوع. بنقدم العبادة على الاستعانة، هو الأصل إن أنا أقول أنا استعين بربنا عشان أعبده. قال لا، طب ليه هو قال إياك نعبد؟ أنا المفروض بستعين عشان أعبد. قال لك لا، ده أنت بتقدم الغايات على الوسائل، وتقدم حق الله على العبد. طيب معانا أم عبد الله، ناخد أول اتصال. أم عبد الله من 6 أكتوبر، سلام عليكم أم عبد الله. عايزة أقول لك إني أنا الحمد لله يعني بصلي وكل حاجة، حصلت لي ظروف وقفت فيها، كنت بعدت عن ربنا شوية، فجيت أنا بحاول التلفزيون فسمعتك. ده إيه؟ يعني هو الحمد لله الرب، جيت سمعت، كان سمعت البرنامج بتاعك وكده، فجيت ان انا سمعتك وقلت لا هي كلامها صح، ازاي ان انا ابعد عن ربنا وانا في ظروف صعبه، محتاجه ان انا اصلي وان انا ادعي ربنا وان انا يعني ادعي كتير قوي عشان ربنا يرحمني من اللي انا فيه. بصراحه يعني الحمد لله، الحمد لله يعني يعني من دعواتي اللي ربنا استجاب، وان انا اسمعك برضو، وان انا يعني افهم ان انا لازم استشير حد يعرفني الصح من الغلط. انا ما اتكلمتش مع حد، بس سمعتك عرفت ان في حاجه اسمها صح وفي حاجه اسمها غلط، والواحد لازم ان هو هيغلط في مره. انا جوزي اولا تزوج عليا من غير ما انا اعرف، عرفت بعدها بثلاث سنين، فتعبت وحسيت ان انا وقعت في حفره مش عارفه اطلع منها. فبصراحه بدعاء ربنا وسمع كلامك الحمد لله، الحمد لله. يعني انا ست اولا جاهله مش متعلمه، المهم القلب، معرفش ايه، المهم القلب وعلاقتي بربنا. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. انا دلوقتي عايزه اقول لك، انا دلوقتي عن الايام اللي فاتت الحمد لله اضطرابي بربنا رجعني ثقتي بنفسي، ورجعني ان انا ما فيش حاجه تهمني، مهما اقع في اي حاجه ربنا يخرجني منها ان شاء الله. فالحمد لله يعني الحمد لله. انا كل خناقه ومشاكلي ان انا مش بعرف اذاكر لعيالي، واني حاسه ان في حاجه في البيت واقعه، بس ايه هي مش عارفه، بس واحده واحده بعرفها. فانا عايزه اقول لك يا ريت تخلي البرنامج بتاعك ده على طول ان شاء الله، عشان انا واحده من الناس الحمد لله يعني بكلامك بقيت اعرف ان انا اعمل مع عيالي خطوات بتيجي واحده واحده صح. تمام، فخلي برنامجك على طول، ما توقفوش. حاضر، الله المستعان. حتى لو ايه حصل خليه على طول. الله المستعان. وانا بحبك في الله قوي 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 قوي. عبد الرحمن احبك الله، احب الله حبيبتي، جزاك الله خير. يا رب يخليك يا رب. الله يكرمك. وارجوك يعني ادعي لي لان انا محتاجه دعائكم. حاضر، يعني ربنا يصلح حالك وحال المسلمين اجمعين. ربنا يبارك فيك يا ام عبد الرحمن، ويعني كلامك شرف وتاج على رؤوسنا، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص ويجعل في كلامنا ما هو اصلاح للبيوت. ندعيكي ربنا يصلح حالك ويرضى عنك، وخلي بالك العلاقه ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اجسادك، ولكن ينظر الى قلوبكم. سيبك من كل اللي بيحصل، اهم حاجه علاقتك بربنا، هو كفيلك ووكيلك، يفرحك ويسعدك ويطلعك من كل موقف. معانا اتصال دعاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذه دعاء، اتفضلي حبيبتي. أهلا دكتورة. أهلا بيك. أنا بحب جدا جدا والله. أحبك الله يا دعاء، ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. بقول لحضرتك أنا عندي مشكلة، أنا الحمد لله يعني ربنا رزقني بثلاث بنات. تمام. والحمد لله يعني بحسن تربيتهم على قد ما بقدر. تمام.
بس عندي المشكله ان انا ووالدهم مش بنلتقي في التربيه مع بعض. كنا هنتكلم عن النقطه دي. يعني حتى انا عندي الكبيره المعامله مختلفه عن الوسطانيه والصغيره. تمام. فالوسطانيه يعني صعب، بقيت ان انا فعلا ما عادش قادره اتعامل معاها. حتى في تحفيظ القران، في ان يسمع كلامي، والله بتابع النصايح اللي حضرتك بتقوليها. يعني الحمد لله على قد ما بقدر. الحمد لله. بس مش قادره انا وهو نلتقي في موضوع التربيه ده نهائي خالص يعني. طيب يا دعاء، قبل ما تقفلي، هل قعدتي معاه واتفقتم؟ يعني قعدتي معاه تقولوا مثلا انت عليك كذا وانا عليك، طب لما انا اقول حاجه ومش عاجباك مثلا ندخل في مكان وبعدين من المهم ما يبقاش قدام الاولاد، اتفقتي معايا على شروط او شكل للتربيه؟ ايوه والله طبعا، ده شيء حصل كتير يعني. طيب وهو طبعا في الاخر لا بينسى كل ده. طيب تمام، انا هقول لك على حل جميل جدا. اسمعيني، ربنا يبارك فيك يا دعاء. اولا موضوع الالتقاء على التربيه يا جماعه، ده زي ما احنا بنقول قبل كده، زي ما بنتفق اتفاقات، انا لما اقول حاجه وهي مش عاجباك بلاش تحضني قدام الاولاد، لان انت بره 18 ساعه و200 ساعه، فانا جوه البيت، فانت نبهني اعمل اي حاجه، يا لمبه خضراء لمبه حمراء اي حاجه، المهم ان انت تنبهني بحيث ان انا يعني اسكت على اللي انا بقوله اذا انت شايفه غلط او لك تعليق عليه، وبعدين نتكلموا بعيد عن الاولاد. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا حتى اسس، خلي بالك انا لما اشد انت رخي، وانت لما تشد خلي بالك انا هرخي، ودي في الفتره الاولانيه لحد سن كام؟ لحد 13 سنه، يعني احنا بنقول حتى المراهقه، بدايه المراهقه المتوسطه، بيفضل الامر التمثيليه اللي ما بين الاب والام ده، وانت لازم تبقى فاهم كده. بصوا يا جماعه، الفكره مش انا اتجوز واحب واقعد سنه كذا وبعدين انا جاي من الشغل تعبان فهاكل وانام والدنيا خلصت، لا، في اولاد، في جيل طالع تسال عنه امام الله وهي تسال عنه امام الله، فلازم بيني وما بينك اتفاق. علاج الامر دوت، هو بينسى، ده طبيعي يا حبيبتي، ده طبيعي. احنا كمان بننسى، يعني كل العباد كلها بينسوا. واذكر الله عز وجل بيقول كده على مين؟ على احباء المؤمنين، فان الذكرى تنفع المؤمنين. كل فتره كده نجدد العهودات، وخلي بالك كذا وعملنا كذا، تقييم الفتره اللي فاتت كانت كذا، تقييم الفتره الجايه كانت كذا. الامر ده مهم جدا يا جماعه، مهم علشان انا حتى ابقى في علاقتي متزنه، وانا ما يجيش عندي الولد يبقى شايف ايه ده ماما بتقول كذا وبابا بيقول كذا، لا انا براحتي بقى، انا براحتي ما دام الدنيا خلطبيطه وايه وهما الاثنين بقى اعملوا في بعض. او ممكن يقول كلمه، ده في بعض الاولاد اذكياء جدا، ممكن يرمي كلمه، ما هي ماما اللي قالت، يبقى هوب هوب شبطوا في بعض، هو طلع بره الليله وخلاص، والامر التربوي عدى ولا حتى في تعديل عليه. الامر ده امر مش صح. عايزه بس يعني معانا اسماء، طيب نشوف اسماء وبعدين نكمل اللي احنا عايزين نقول. اتفضلي يا استاذه اسماء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حضرتك يا دكتوره عامله ايه؟ الله يبارك فيك يا اسماء، ربنا يكرمك يا رب. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتوره؟ الحمد لله والله. اسمعيني من التليفون. بقول لحضرتك كنت عايزه اشوف حضرتك في مشكله كده تقريبا خاصه يعني بموضوع الحلقه. خاصه بموضوع الحلقه؟ مش خاصه بموضوع الحلقه. طب اتفضلي اتفضلي. كنت عايزه اقول لحضرتك يعني انا عندي امي كده مش بنعرف نتعامل مع بعض خالص، دايما في مشاكل ما بيننا وهي بتزعلني على طول من اقل حاجه، مش بعرف اراضيها. هو انا الصراحه يعني هي دايما بتحب شغل البيت والكلام ده كله يعني. فانا من النوع اللي هو بتفوت شويه الصراحه، وساعات باجي على نفسي واعمل حاجه، لكن في اوقات ثانيه مش ببقى اعمل حاجه مثلا. هي بتزعل طبعا لما بتلاقيني مش بعمل كل حاجه بتزعلها وبتضايق مني يعني. ودايما في بتقارن ما بيني وما بين بنت اخويا، يعني عندي بنت اخويا مثلا هي اقل مني بثلاث سنين، اصغر مني بثلاث سنين. فدايما تقعد تقول لي شايفه بنت اخوكي احسن منك ازاي؟ هي بنت اخوكي اصغر، انت اكبر منها ولا هي اللي اكبر منك؟ انا اصغر منها بثلاث سنين وهي اصغر مني بثلاث سنين. تمام تمام. يعني انا في اولى جامعه وهي في ثالثه اعدادي. فدايما تقعد تقول لي هي بنت اخوكي دي اقل منك في ايه؟ ما هي كويسه اهي. المقارنه بتبقى في ايه؟ بتسمع كلام. المقارنه بتبقى في ايه؟ المقارنه بتبقى في ايه يا اسماء؟ بتبقى في ايه؟ بتقارن في ايه؟ يعني خاصه في كل حاجه عامه، ممكن ما تشوفها بتعمل اي حاجه بتقول لي عليها. بس خاصه يعني في شغل البيت زي ما بقول لحضرتك كده. موضوع شغل البيت. واوقات طبعا بتقول لي يعني ما هي بتسمع كلام مامتها زيها زيي، تقول لي ما بتسمعش الكلام زيها وكده يعني. تمام. وبحس ان انا مش عارفه اتعامل معاها خالص بصراحه، يعني انا تعبت من الموضوع دوت، وكل ما نيجي نتصالح الاقي حاجه ثانيه بتزعلها، وبتتكي على ادق الحاجات.
طب تمام. يعني ممكن مثلا الاكل لو ما اكلتش الاكل اللي هي قالت لي عليه مثلا ممكن تزعل مني مثلا، تقول انت ما بتسمعيش كلامي ولا ما بتسمعش كلام انت مش عارفه كذا كده. طب تمام يا اسماء، اسمعيني انا فهمت سؤالك، اسمعيني. اولا يا جماعه، موضوع العلاقه ما بين البنت والام، احنا ان شاء الله في مرحله المراهقه هناخد الموضوع ده بالتفصيل، وادعوكي يا اسماء انك تتابعي معايا لحد مرحله المراهقه، اول مرحله اللي ما بعد المراهقه، يعني انا كبيره في جامعه يعني. العلاقه مع الام علاقه الله مع الام والاب، الله عز وجل قرنها بالعباده وبالتوحيد، مطالبين شرعا، يعني احنا مطالبين شرعا ان احنا مع الاب والام بنفضل عارفين كده اللي ماشي بيتحسس عشان رضاهم. طب هي مزوده اللود عليا يعني، وانا مش حابه شغل البيت، انا عايزه اقول المردود ايه؟ هي بتعمل كده معاكي علشان ايه؟ عشان تبقي زوجه شاطره وناجحه وبتعرفي تعملي كل حاجه ومشملوله كده زي ما بيقولوا، ويوم لما يجي حد كده العريس المنتظر بقى ان شاء الله، يعني يوم ما يجي نقول له لا ده شاطره في كذا، دي ممتازه في كذا، ده كذا ده كذا، الحاجات دي مهمه جدا. طيب لو انت شايفه ثقل في الامر وشايفه ان هي ضغط عليكي، ليه مش بتكلميها؟ والله يا امي كذا، طب انت زعقتي لي في كذا، طب والله انا، طب بالراحه عليا، من فضل قالت حاجه ضايقتك، يعني مثلا موضوع المقارنه تقولها من فضلك ما تقارنيش، يعني كل واحد له طاقاته وقدراته، يا امي من فضلك ما تقارنيش. بس طبعا انا عايزه اقول لك هي مردودها ان هي عايزاكي كويسه، ما ينفعش يبقى ده حل قلبي من ناحيه الام، وما ينفعش تبقي شايله علشان زعلانه ومش راضيه تتكلمي. يعني هو العلاقات بتبوظ ليه؟ عشان احنا ساكتين. طب ما تقولي والله انا زعلانه من الامر الفلاني، لا انا الامر الفلاني عامل لي قلق، لا انا الامر الفلاني عامل لي كذا، قولي. فمجرد القولان ذات نفسه بيدي نوع من انواع عارفه الاريحيه، ارتحت بقى، ها انا قلت اللي عندي بقى وارتحت، وهي عندك دلوقتي وتشوفي هتقدري تتعاملي معايا ازاي. الامر ده مهم جدا، وان شاء الله تابعي معايا حلقات المراهقه باذن الله، باذن الله هنعالج العلاقه من الاول خالص ونشوف الدروب حصل فين. ندعو الله سبحانه وتعالى نصلح ما بين القلوب، اللهم امين. عايزه يعني قبل يعني الحلقه ما تخلص والاتصالات، يعني احنا بنحاول بقدر الامكان يا جماعه ان احنا نجاوب على الاتصالات، ومش عايزه الناس تزعل، يعني الناس اللي بعت رسائل وكذا بصدق، يعني عدد رهيب من الرسائل وكده، واحنا بنحاول ان احنا ان شاء الله باذن الله نشوف اليه ان احنا نجاوب على كل الناس وما يبقاش في سؤال متساب، وان شاء الله باذن الله برضو اللي بعض الاسئله اللي جات وكان فيها الحاح، هي طبعا مش خاصه بموضوع الحلقه، لكن احنا ان شاء الله هنحاول ان احنا ناخد الاسئله اللي فيها الحاح ديت وان احنا نجاوب عليها، وما نبقاش سيبنا حد عشان ما حدش يزعل وما حدش يقول ما بتجاوبيش ليه. معانا اتصال، احمد. ها السلام عليكم. انا عامل سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. احمد انت في سنه كام يا احمد؟ سنه 5. ما شاء الله ما شاء الله، انت بتتفرج عليا. تمام، عندك سؤال؟ الاول عامل ايه في الصلاه؟ بتصلي ولا نص نص؟ بصلي. ايه؟ بصلي. بتصلي؟ طب جميل جميل، ربنا يبارك فيك يا احمد يا رب ويجعلك من اهل الصلاه واهل الجنه، وانا هدعي لك بقى اهو. عندك سؤال؟ لا. عندك سؤال؟ انا كل ما ها انا كل ما اصلي احس ان انا كسلان كده، رجعت وجعت كسلان كسلان ورجعت وجعت الايه؟ رجلك يعني انا مش سامعه. رجليك؟ رجليك بتوجعك. إيه طب انت بتصلي قد ايه؟ يعني بتصلي بتقعد توقف كتير؟ ده الصلاه مش هتاخد 5 دقايق، ولا انت اصلا عندك مشكله في رجلك؟ لا هي ساعات بتوجعني كده واخدها الميه خالص. فانت عايز ايه بقى؟ طب من الاخر كده يعني، يعني ايه حل ده؟ ايه الحل؟ طب ماشي يا احمد، اسمعني اسمعني يا حبيبي، ربنا يبارك فيك وفي والديك يا حبيبي ويجعلك كده من اهل الصلاه. بص يا احمد، اولا موضوع الصلاه ده موضوع فيصلي بيننا وبين اي حد، تمام؟ وعلاقتي في الصلاه مع ربنا هي اللي بتشوف مدى درجتي في الجنه عامله ازاي.
فكل ما انا محافظ على الصلاه ربنا حميني، ربنا مأيدني، بفهم كويس في المذاكره، علاقتي مع اصحابي ربنا ميسر لي كل امور. ودي حقيقه، اللي بتوع اصحاب الصلاه تحس انهم ناس جمال كده. طب انا رجليا بتوجعني، انا ممكن قبل الصلاه، دي حلول بقى احفظ معايا، قبل الصلاه يا احمد انت تقعد شويه مرتاح، يعني ما تبقاش هاري الدنيا لعب ومكسر الدنيا ولعب كوره 3 ساعات وجاي مش عارف ايه وجاي واقف ما انتش قادر تصلي. لا، انا قبل الصلاه بربع ساعه ولا حاجه اكون قاعد ومريح نفسي، وابتدي بعديها اقوم اتوضى واصلي، كده ان شاء الله رجلك مش هتوجعك. رقم اتنين، انا طبعا محتاج بابا وماما يشوفوا يكشفوا هو الرجل بتوجعه فعلا، هيكون مثلا ناقص فيتامين دي او في حاجه في العظام، الامر يعني محتاج ان انا اشوف. خلاص كشفنا والاب والام قالوا لا، الدكتور قال لا، خلاص الدنيا جميله وما فيهاش حاجه، يبقى اعمل زي ما بقول لك كده، برتاح قبل الصلاه بربع ساعه وبعد كده بقوم ايه، بقوم اصلي. جميل قوي ان انا يعني يسهل عليا الامر لو نزلت المسجد على فكره، يعني عارف النزول والطلوع، واديك نازل على السلام وطالع وتشتري حاجه وانت جاي، الحاجات دي مهمه جدا وانتوا بتفرحوا بيها وانا عارفه. فممكن يبقى في المسجد، واختار المسجد اللي جنب البيت عشان ما تمشيش كتير، وشوف حلاوه الصلاه في المسجد، لان انت ولد يعني راجل يعني مطالب في الصلاه في المسجد ان شاء الله، وانت يعني خمسه ابتدائي يعني عندك ايه يعني 11 سنه تقريبا، فطبعا انت كده مكلف من السنه اللي فاتت. الامر بقى الجميل اللي هيعينك بجد، انا عايزاك تدعي ربنا. وجميل قوي يا احمد ان انت تبقى شاب وطفل، ده مش طفل ده انت راجل، بس شاب نشأ في طاعه الله. يا هناك ويا سعدك، انت من السبعه اللي ربنا هيظلهم يوم القيامه لو وظبت على صلاتك. ولو بعد يعني اسبوع ولا حاجه ووظبت، اتصل بيا تاني وانا هدعي لك دعاء خاص هنا في البرنامج لك لوحدك، وهدعي باسمك، شوف في الوقت اللي انت عايزه، ان ربنا يكرمك ويرضى عنك. عايزاك تدعي ربنا، ويا رب عيني، ويا رب ان رجليا بتوجعني، طب يا رب سهل لي، وخد الوسيله بس دي حاجه واحده، انا قلت لك حاجه واحده، مش هكتر عليك لان انت مش هتقبل اكتر من حاجه واحده. قبل الصلاه اقعد واستريح، تمام كده؟ ارجو الله سبحانه وتعالى وادعوه ان يجعلك من اهل الصلاه واهل القران، اللهم امين. طيب معنا اسلام من المنوفيه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتوره هال؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك يا اسلام، ربنا يبارك فيك، اتفضل. ربنا يكرمك، والله معجب بالحلقات بتاعتك جدا وبستفاد منها جدا، والله ربنا يكرمك، ربنا يحفظك يا رب. الله يكرمك يا اسلام، انت متجوز ولا خاطب ولا لسه؟ نعم؟ انت متجوز ولا خاطب ولا لسه على البر؟ لا انا طالب في جامعه الازهر الفرقه الاولى. ربنا يبارك فيك يا اسلام، جميل جدا، ان انا بفرح جدا لما الشباب يسمعوا الحاجات ديت، على الاقل يبقى حتى هو مقبل على الحياه يبقى فاهم هو بيعمل ايه. اتفضل. في سؤال بالنسبه مثلا للطالب اللي ما بيذاكرش مثلا، هل في مثلا الوقت للمذاكره وقت ومعدات او حاجه مثلا تحفيز للمذاكره او حاجه تحفز الطالب مثلا، ان كان مثلا في مرحله ثانويه او مرحله ابتدائيه او مرحله الجامعه؟ انت عايز حاجه تحفزك على المذاكره؟ طيب عايز ايه؟ طيب اسمع معايا، اسمع معايا. بص يا اسلام، احنا ان شاء الله كنا هنعمل الحلقه اللي بعد الجايه عن موضوع التركيز، تمام؟ فانت سبقت، هديك حته بس كده، بس تابع معايا الحلقه اللي بعد الجايه ان شاء الله. موضوع المذاكره محتاج حاجتين، نوع من انواع التحفيز الداخلي، ان انا ببقى محفز نفسي داخليا، هو انا بذاكر ليه اصلا؟ ها، كيف ولماذا ومتى واين؟ اربع اسئله، في سؤال خامس بس مش هنقوله. الاربع اسئله ده بجاوب عليهم، والموضوع كله موضوع تنظيم وقت. انا اعرف دكتور في جامعه مخلص خمس كليات، كان بياخد كليتين مع بعض، ومعاه ماجستير وبيحضر دكتوراه في كليه تانية. هو ما عندوش عقلين ثلاثه، واحنا عندنا عقل، اللي ان كان هو قدر يعملها فاحنا كمان نقدر نعملها. يوم ما بقول انا عايزه تحفيز للمذاكره ولا تحفيز للتركيز، والله اصل انا ذاكرت، والله اصل، وبعدين بصيت اللي انا بشوفه ده ولا بص ميحه بياضه، مع اني والله فاهم بقى بس نسيت. في اليات، اسمع معايا في عجاله كده بس، ان شاء الله تابع معايا الحلقه اللي بعد الجايه، ده بتقول بتتابع الحلقات هنتكلم فيها عن التركيز، وهتفيد لكل حبايبنا وابنائنا وبناتنا اللي مقبلين على امتحانات. اول حاجه ركز معايا في موضوع التركيز، اول حاجه عندي ثلاث انواع من انواع الذاكره، ذاكره قصيره المدى، ذاكره متوسطه المدى، ذاكره طويله المدى. لما انا بذاكر اول مره بحط المعلومات في القصيره، فيجي بعد يوم انسى،
بياضه مش فاكر حاجه. امتى تروح ذاكره متوسطه المدى؟ لو راجعها بعد 24 ساعه. واو كل ده؟ لا 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 مش هتقعد كل ده، انا هجيب العناوين والقلم الفسفوري واعلم على العناوين والنقط المهمه وابص عليها تك 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 تك، 24 ساعه عدت عليها راحت المعلومه في الذاكره متوسطه المدى. طب امتى تروح في طويله الودا وما انساهاش؟ ليه احنا فاكرين واحنا صغيرين الواحد واقف مظبوط والاثنين بتبص عليه والثلاثه بسنتين؟ عشان ربطناها سمعي وذهني وبصري والوان. تروح في طويله المدى لو انا ايوه والثلاثه ثلاث سنات، المخرج بيقول عندنا ان شاء الله عليه، وعندي الذاكره طويله المدى بتروح من ايه؟ بتروح بعد المراجعه بعد اسبوع. يبقى انا عندي مراجعه بعد 24 ساعه وعندي مراجعه بعد اسبوع. طيب لو انا الكلام ده بادي قبل الامتحانات بشهر اضمن لك هتجيب امتياز، لاني لو راجعت الكلام ده بعد شهر استحاله بتنسى المعلومه. هنقول ازاي الحلقه اللي بعد الجايه التركيز، وازاي اربط المعلومه، اربط الفكره والمعلومه اللي انا عملتها في دماغي في الثلاث مناطق الذاكره، وازاي ايدي وجوارحي وعيني ما تنساهاش. تابعوا معانا الحلقه اللي بعد الجايه ان شاء الله. معانا اتصال، معانا ساره. منين سارة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا حبيبتي. انا بحب حضرتك الله. احبك الله يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب. اتفضلي. بصي يا دكتورة هالة، انا ام الاربع اطفال توأمين. عندك اربع اطفال؟ اه توأمين. توأمين. الاثنين توأمين توأمين. تمام. اه. يا عسل. ما ايه؟ ضغوط عليا جامد جدا. سنهم كام يا ساره؟ ايه؟ سنهم السن لعمرهم قد ايه؟ التوأم ثلاث سنين ونص والتاني تسع سنين. ثلاث سنين ونص وتسع سنين. تسع شهور. تسع شهور اللي جم تانيين، الاثنين التانيين يا حبيبتي. اه تمام. ها انا مش متعاون خالص. انا دايما بكون عصبيه جامد عليهم وبتنرفز عليهم جامد. زوجك ولا بتنرفز عليهم؟ لا هو مش متعاون معايا، فانا بكون عليا جامد خالص، فانا بتعصب عليهم جامد. بحس ان انا كده بضيع التربيه اللي انا كنت عايزه اوديها لهم. اه فانا مش عارفه اعمل ايه. طيب انت قعدتي واتكلمتي معايا ساره؟ قعدتي وقلتي له ان انا محتاجه مساعده فعليه وانا فعلا يعني ثلاث سنين ونص ما لحقتيش يعني. ثلاث سنين ونص. هو كده، هو يعني هو كل ما فهمه عن الجواز ان هو مصير ان هو يجيب الفلوس للبيت، ان هو يكون عياله كده وبس خلاص، ان انا التربيه والحاجات ديت عليه. بس ان انا عمال طول اليوم مضيعه هو في ساعتين. يضيع كل انا عملته ده في مش من النوع ان هو نقعد نتكلم والمفروض نعمل كذا ونخلي كذا، الكلام غلط، ما عنديش الكلام ده خالص. يعني انت جربتي تقعدي معاه وتتكلمي وهو ما عندوش؟ لا انا هو مقتنع بحاجه تانية خالص. طب تمام تمام. هو انت ممكن هو يجي مثلا قايلين مثلا متفقين على حاجات معينه بالعيال، مثلا ما يفوت اكيد اتكلم قدام العيال، ما فيش الفاظ معينه، ممكن هو يجي متشرفل او متضايق من الشغل. خصوصا اللي هم تمام تمام. طب تمام انا فهمت سؤالك. اسمعيني، موضوع الزوج اللي بيبقى يعني هو زوج واب دلوقتي الاربع توائم، يعني فموضوع ان هو ما بيبقاش عارف ان مسؤوليته الحقيقيه ان هو يساعد. طبعا انت مش بتساعد، انا ما عنديش، ما فيش حاجه اسمها انا ما عنديش، يعني ما فيش زوج يجي يقول لي انا زوجتي معاها توامين او لسه والده او كذا او كذا وهو ما بيساعدش. يا سيدي هي ما بتقولكش قوم شيل وحط وكذا وكذا، هي طالبه منك فقط مجرد حال في التربيه، يعني هي لا بتقولك شيل عيال ولا بتقولك اغسل معاها ولا اطبخ معاها ولا الكلام ده، هي قايمه بالدنيا خلاص. ما انتش هتساعد في حاجه زي كده، معلش يعني يتقعد معاه قعده يعني قعده جد. يعني انت بصي، هي مشكلتنا احنا كزوجات او كمجتمع، العرف السائد ان انا بقعد مع الزوج وبقول انا عندي مشكله، والله قعدت معاه استاذه هاله واتكلمت والله بصي اكتر مره 1000 مره بس ما طلعتيش بنتيجه، واحنا بنقول الكلام ده كل مره. الحوار مش مستهدفه هوب ان انا بطلع اللي جوايا هوف خلاص ارتحت بقى طلعت اللي عندي، هو عارف خطا خطا.
المفروض ان انا بعد ما بقول اللي عندي واحد اتنين تلاتة ها عايزة نتيجة، لان هو مخه ما بيفهمش الا كده، مخه ما بيفهمش الا النتيجة اللي جاية في المستقبل. فانا بساعده خلي بالك واحد اتنين تلاتة، انا ده مضايقني وعايزة البديل بتاعه للحل كذا 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 كذا. انت لما بتعملي كده بتفتحي في مخه تفتيحات هو كده، لكن تسيبه عليه الامر يرتبك مش يرتبك، بياخد فترة عبال ما يفكر. يعني الناقلات العصبية عند الراجل بطيئة جدا، لكن الناقلات البصريه مش عايزه اقول لك صاروخ ارض ارض. لكن الناقلات العصبيه عنده بطيئه عبال ما بينقل من حاجه لحاجه، بعكس الست الناقلات العصبيه لا ملمسه. ده انا عايزه اقول لك في ماس كهربي جوه في دماغنا، النساء كلها في ماس، كل السلوك لمسه في بعضها. فانت عندك سرعه كذا ومش عارفه بقى تجيب في موضوع ايه وبعدين بتتكلمي في ايه. فانا عايزاكي تساعديه انك توري له مناطق تانية وبدائل تانية للحل. انا كذا وانا متضايقه من كذا وانت اخطات ده وده خطا في التربيه خلي بالك، والولد ابو 3 سنين هينطق منك اللفظ اللي انت جاي تقوله، والطفل اللي ابو 9 شهور لسه بينطق سنه دي يعني هينطق كلمتين. خلي بالك ان كلمه من الكلمتين هتبقى اللفظ السيء اللي انت بتقوله. عرفيه احنا عايزين عيالنا كذا، ومستهدفنا ان اولادنا يكونوا كذا، ومستهدفنا ان كذا. الحاجات دي مهمه جدا جدا بحيث حتى ان الزوج يقدر يساعد. طيب ارجو اكون ان انا اجبت على سؤالك، وان شاء الله برضو في مرحله التربيه الوسطى هنتكلم في النقطه دي. تابعينا معايا مين اتصال؟ ام رضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتورة. نعم. ازي حضرتك يا دكتورة؟ الله يبارك فيك يا ام رضا، ربنا يبارك فيك يا رب يرزقنا الرضا. يا دكتورة منورة الشاشة والله. الله يكرمك يا حبيبتي، الله يبارك فيك يا رب. بتتكلم مشاكلنا الله يبارك لك يا دكتورة، الله يبارك لك يا رب، يبارك لك في اولادك ويبارك لك في صحتك يا رب. احنا واياك وحبيبتي والمسلمين اجمعين. عندك سؤال؟ بعد اذنك لو سمحت. اتفضلي. لو سمحتي بعد اذنك. اسماء اللي لسه متصلة بيكي دلوقتي. نعم. اسماء لسه متصله بيكي دي عايزه تكلميها لها الله يبارك لك، تنصحها لي شويه الله يبارك لك. اقول لها ايه؟ انت والدتها؟ شوفي يا دكتوره لو قلت لها قومي من مكانك ما تسمعش الكلام، ما تقومش من مكانها، اعملي دي ما تعملش دي، اعملي دي ما تعملش دي. انت والدتها؟ عايزه لو قاصده يعني بفضفض لربنا الاول وبعدين بقول لك يعني عشان تفك المشاكل دي. هي حضرتك من فضلك لو اي حاجه اقول لها اعمليها ما تسمعش منها، عشان كده هي حلوه وكويسه ومنقره وحلوه وزي العسل، واقول لك ايه يعني هي من كل يوم حلوه. طيب يلا زي العريس. طيب انت وهي خايفه برضه حضرتك ترى انت بتقول كده حد يجي لها ولا حاجه برضه تبقى شاطره عشان تبقى خايفه. انا بعمل الله يبارك عشان انت بتقولي كده. انا عارفه ان انت عايزاها كويسه وزوجه شاطره وشملول، بس انا عايزاكي استني قبل ما تقفلي يا ام رضا استني، انا عايزاكي تقولي لها بلطف بالراحة بحب، يعني يوم ما اقول لها لا يقول لها يا بنتي انا بقول كذا عشان تبقي شاطرة، يعني ايه مش قومي اعملي وقومي حطي. تمام انا عايزة منك كده بس يا ام رضا سامعاني؟ حضرتك بقول لو تقوم من مكان ما تقومش لما يجي لها مزاجها يعني كده في نفسها اي حاجة خالص. لو قاعدة على الموبايل يعني ولا قاعدة بتعمل ايه؟ اختي بتقعد حضرتك على البتاع اللي هو الموبايل وبعدين هي في جامعة داخلة امرضنا بتاع العلم نفسي اخر علم نفسي يا دكتوره. طيب عشان تيجي تشتغل معايا سامعاها الكلام دي، بس هي ما شاء الله منقبه من سنه خمس ومؤدبه وماشيه محترمه ومؤدبه وزي الفل الحمد لله، وجيلها بدل الواحد اربعه وخمسه، بس خايفه تتجوز يا دكتوره قال لي هتحط في الوش. صح عندك حق. فحضرتك الله يبارك لك فك لي المشاكل بتاعتنا دي احنا وهي، بزعل منها كتير منها ما بتسمعش كلامي. طيب حاضر خليها تسمعني وانا هكلمها دلوقتي. حاضر يا رب فعندك وبارك في صحتك يا رب. الله يكرمك يا ام رضا يا رب، ربنا يبارك فيك. الله يبارك لك، انا عارفه ربنا والحمد لله، بس البنت دي مضايقاني شويه، انا عايزاها تبقى مش عارفه يعني حاجه كده مش عارفه نفسيتها تعبانه ما اعرفش ايه عندها بالظبط مش عارفه. حاضر فين سامعني الكلام؟ حاضر حاضر هكلمك. وزنها على بقى البتاع اللي هو ده مثلا كلها ذاكر وتروح على ده. طب تمام حاضر. طبعا هي اسماء اكيد قاعده وسمعانا ومامتها بتتكلم اهو دلوقتي. انا زي ما كلمت اسماء وكلمت مامتك اهو يا اسماء وقلت لها تقول لك بلطف وبالراحه، فانت لما تيجي بقى تزعق ولا حاجه انت قولي لها ايه دكتوره هاله قالت كذا. لكن انا برضو عايزاكي تتفهمي يعني هي بتقول ايه قومي من مكانك، قولي لها اديها ما تسبب لها والله يا امي مش قادره انا جت تعبانه قوي من بره، هتبص لها هي جريت اللي عملت لك الليمون وعملت لك العصير وصدقي رجليا كذا، سبب لها هو انا ما بقومش ليه؟ لكن انت قاعده كده ما بتقوميش هتقول لك مش عارف وعماله تشكر فيكي بقى ما شاء الله ومش محترمه ومنتقبه وما شاء الله عليكي. فاحنا عايزين نكمل الامر، انا نفسي العلاقه ما بين الام والبنت بالذات على فكره علاقه فريده جدا، بتبقى صاحبتك وبتبقى اختك وبتبقى حبيبتك
مش امك بس يعني، حتى بتبقى عينك من جوه، وبتبقى يعني الصديقه الصدوقه، عمرها ما هتقول لك حاجه الا لمصلحتك. بس احنا بنختلف في الاسلوب بتاع القولان. وبعدين انت ما شاء الله درس علم نفس اسماء، يعني الدنيا جميله، يعني انت عارفه نفسيات الناس وايه ما وراء الكلمات وايه الحاجات دي. وبعدين الجدعاني عشان تيجي تشتغلي معانا في علم النفس. ربنا يبارك فيكم اجمعين وجعله بيت صالح يا رب، ويهدي الحال ويوفق القلوب، اللهم امين. عايزه يا جماعه بس قبل ما اختم وقبل الحلقه ما تتختم، ان شاء الله احنا هنكمل، يعني احنا هنكمل ان شاء الله، لان يعني كم المعلومات الواحد كان نفسه ان هو ياخده كم قليل، والوقت مش مسعفنا في الاتصالات وفي الكلام. فاحنا عايزه اقول حاجتين اتنين في موضوع احبب اولادي في الصلاه، لها محورين. احنا اتكلمنا النهارده على نص المحور الاول، بس عايزه اقول لكم النص الثاني هنكمله بكره، لكن خلينا ناخد حته مع الاولاد، جزئيه مع الاولاد. بص كده الجمال اللي هقول لك عليه واسمعين. لما يجي الطفل اعمل حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ بعمل حاجه اسمها لغه جسد للصلاه. اول ما ياذن، الكلام ده من سن كام؟ من سن 6 شهور، من سن 6 شهور وهي عينه بتتابع معايا، الله اكبر، الصلاه، الله اكبر، بحيث هو كده الله اكبر. دايما لما هياذن هتلاقيه رفع لك صبعه كده، اكبر اكبر زي ما بيقول. طيب يبقى انا عندي لغه جسد اول الاذان ما ياذن. رقم 2، اعمل قدسيه للعين اللي هو من سن كام؟ من سن 2 ل7. من 2 ل7 لو شافني بحاكي ركوع سجود صلاه، ركوع سجود كم مره؟ 9000، ما يزيد عن 9000 ركعة هو شايفني، و 9000 صلاة قصدي، هو شايفني، شايفني وأنا بصلي، شايفني وأنا بقوم بأداء الصلاة، وأنا بقول، أنا بقولها بخشوع، أدام بقولها بخشوع وبتأني، وشاف أول ما أذن. ده رقم حاجة اسمها التربية بإيه تاني؟ التربية بالمشاهدة، التربية والتدريب على الصلاة بصري. هو شايفني أول ما أذن، يبقى ربط الأذان بأداء. لكن متكاسلين انسي. أنا نفسي قبل ما أختم الحلقة إن أنا أدعم حتة موضوع الصلاة على وقتها، وان انا الابن يشوفني وانا بكبر وعزم الاذان. احنا لسه في الاذان، بس انا عايزه اقول لك ان في 14 وسيله لسه هنكملها. اول حاجه في الاذان، ويبقى البادي لانجوج بتاعتي اكبر اكبر. ربنا يجعل اولادنا واولادكم من اصحاب الصلاه، ربنا يجعلنا من المتقين الاخيار، ويجعلكم صالحين عشان نصلح اولادنا ونيجي يوم القيامه يا رب هذا ما استرعيتني عليه، اللهم هذا جهدي، اللهم امين. فتح الله بنا وبكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. مشغولين وبعدنا واحنا